فرصه ان انت فتحت الجزئيه دي. وكان معايا بالمناسبه امبارح كابتن جهاد جريشه وسالته السؤال ده بشكل واضح، قلت له الحكام دائما او حتى المسؤولين عن الحكام عندهم مشكله مع الناس اللي بتحلل تحكيم. هو رأي كان رايه انه انا بحلل حاله زي ما بحلل يعني المدرب بيحلل للاعب، مدرب بيحلل لمدرب، فطبيعي الحكم بيعمل قرارات عظيمه جدا وايضا ما بيبقاش معاه التوفيق في بعض القرارات وده بطبيعه الحال. فانا كنت بلوم يعني او بنقل لومكم على المحللين اللي بيحللوا الحالات التحكيميه، فده كان الرد يعني. بالظبط يا كريم، بص انا مش بلوم عليهم، انا بقول لحضرتك هم بيقولوا رايهم بمنتهى الامانه، ولكن رايهم ده اكيد هيبقى مع او ضد القرار. صحيح. فلما حضرتك بتكون بتتكلم في ماتش جماهيري طرفه اهلي او زمالك او اسماعيلي اتحاد وهكذا مصري، فاكيد لو الحاله دي مش هي كانت ضد فرقتهم والمحلل قال كده، اكيد ده هيبقى ضد الحكم. بس السؤال بقى فضل. هل كل المحللين بيبقى عندهم الابديتس بتاعه الجديد في عالم التحكيم؟ كل يوم في جديد في التحكيم. القانون بيتغير في السنه، يعني المفروض ان هو بيتغير كل سنه، ولكن احنا دلوقتي بنشوف تعديلات دائمه واستفسارات جديده. صح. وتفسيرات جديده. صح. من الايفاب. فهل كل الكلام ده؟ لا، انا يعني انا ده اللي انا بشوفه، هتلاقي في ناس متطوره جدا ومتابعه، وفي ناس 50-50، وفي ناس نقطة بيعتمد على علمه اللي هو عارفه اللي هو خبراته من وجهه نظره. خبرات. بس دي انت اثرت نقطه في منتهى الاهميه على فكره بالمناسبه، عشان انتوا كمان انتوا مثلا غير لعيبه الكوره او غير المدربين، يعني لعيبه الكوره والمدربين لو احنا طلعنا هنا حللنا ادائهم ممكن هم يطلعوا يقولوا وجهه نظرهم عن الحالات الفنيه اللي عملوها في المباراه، وانا لعبت 4-3-3 ليه لكن انت كمان مالكش انك تطلع تقول انا ليه خدت القرار ده، يعني انت كمان ممنوع انك تعمل ده. فلازم اللي بيحلل حالاتكم او الحالات التحكيميه يكون عنده الابديتس كلها اللي هي بتاعه التعديلات في التحكيم، فدي نقطه في منتهى الاهميه يا كابتن احمد. طبعا دي نقطه مهمه، وما تقدرش ترد ولا تدافع ولا تتكلم ولا تقول رايك حتى على البيج الشخصيه بتاعتك على صفحتك مثلا على الفيسبوك ولا حاجه، ما ينفعش حتى تحلل حاجه زي كده، لان ده في تعليمات واضحه سواء من لجنه الحكام في مصر او في الكاف، فدي حته مهمه. انا برضو من خلالك كابتن عايز اشكر كابتن عصام عبد الفتاح. يعني ليه بقى؟ كابتن عصام عبد الفتاح هو دلوقتي رئيس لجنه حكام في الامارات، ومع ذلك هو شايفنا ابنائه اللي هو اشتغل معاهم واللي هو تعب معاهم، وبعد كل مباراه تلاقيه بيكلمنا بيطمن علينا بيكلمنا كلنا. فده شيء جميل. وكذلك برضو الكابتن جمال غندور كان بيحلل في القناه اللي كانت واخده حقوق البث، فبالتالي كان بيشيد جدا بالتحكيم المصري. انا الحقيقه من المميزات اللي انا شايفها هو الالتفاف. صح. حول التحكيم المصري، الحته دي ما كناش شايفينها بقالنا كتير. صح. سواء اعلاميا، طبعا معالي الوزير بكره هيستقبلنا علشان يكرمنا، ده شيء جميل، وبشوف ان هو بيعلي طموح كل الحكام اللي في مصر ان هو في يوم من الايام يوصل ان هو يلعب كاس امم افريقيا ويجيد، وربنا يكرمه لان هو شاف اهتمام. بكره عندنا ان شاء الله الاستاذ جمال علام هيكون برضه في استقبالنا ان شاء الله في الاتحاد المصري لكره القدم. يعني اهتمام يعني بجد يعني عاجبنا كلنا وكلنا مبسوطين بيه. تستحقوه بكل تاكيد الكابتن الكبير كابتن احمد حسام طه حكمنا المساعد الدولي. انا بشكرك شكرا جزيلا ومره اخرى بهنيك على المستوى العظيم انت وكل زملائك في كأس الأمم الأفريقية.